سارة، احنا النهاردة هنتكلم في حاجات كتير قوي، بس خليني أبدأ معاكي في الأول في الريل استيت. انت لسه فيها ولا العمر عقدوكي؟ لا لسه ما عقدتش. بتتكلمي جد؟ انا اتعقدت. لا بصراحة ما اقدرش اسيبها دلوقتي خالص. ازاي جاتلك فكرة السوشيال ميديا ان انت تحكي المواقف اللي بتحصل معاكي على السوشيال ميديا؟ انا بصراحة هي السوشيال ميديا كلها جت كده، يعني انا ما كنتش مخططة ولا عمري كنت دي البلان بتاعتي ان انا ابقى على السوشيال ميديا او اي حاجة. هي جت ان انا كنت ببيف حد من صحابي على فيديو، يعني نزلت الفيديو على تيك توك كده حاجة يعني صدفة. كمان ما كانتش بكواليتي خالص، نزلتها ونمت صحيت لقيت الفيديو عامل 9 مليون. ما شاء الله. كل الناس بتبعت لي، مش عارفه، قلت ايه ده ايه ده ايه ده، الموضوع كبير مني قوي يا جماعه. فلقيت انه رحت عامله فيديو تاني لقيته راح 4 مليون، فبقيت قلت خلاص بقى، يعني انا مش عايزه ابقى على السوشيال ميديا، مش دي الحاجه اللي انا عايزه اعملها، وبشتغل لغايه دلوقتي حتى بشتغل وكده. ف هو الموضوع جه كده. اوكي. طيب السوشيال ميديا بتاعتك كل الفيديوهات عندك 2 كاركتر، واحد كاركتر متنرفز ومتعصب وكاركتر بيضحكنا، ازاي بتقدري تعملي ده؟ بصي، هو يعني هو الكاركتر نفسه، هو دي هي دي انا، يعني انا حتى ممكن اكون متعصبه جدا تلاقيني قلت حاجه تضحك يعني. بالذات اني انا بشتغل في الريل استيت، لازم يكون عندك بتتحملي الزباين، بس انا كساره ما بقدرش اسكت عن حاجات كتير. فبتلاقيني مثلا ممكن اتكلم مع الكلاينتس مثلا بطريقه شويه طف، بس بطريقه مضحكه فبيتقبلوها. يعني انت لقيتي ان ده في تقبل يعني من العملاء فقلت تمام. بالظبط. ممكن زبون مثلا يقول لي انا عايز اشتري في المكان ده، اقول له لا مش هتشتري، مش بمزاجك، يلا. فيقول لا، يعني ايه ده، اللي هو بالنسبه له غريب، اللي هو انت عايزاني اشتري ولا تزعقيني، يلا مش بمزاجك الموضوع. فبالذات في الريل استيت بتبقي انت فاهمه تحطيه فين، ايه الحاجه الكويسه والمصلحه ليه هو، فبتبقي عايزه له الاحسن، هو مش بيبقى فاهم قوي. فعشان كده لما بيلاقيك انك قلبك عليه او كده، فهو بيحس انك بطمئنان اكتر. يعني ساره، ايه اللي خلاكي اصلا تخش الريل استيت؟ الريل استيت عايز بال طويل وعايز تكون عندك بال طويل، وانا حاسه ان انت بتتخليها على عمره شويه، ايه اللي خلاكي اصلا تخش الريل استيت؟ بصي، انا لما جيت دبي انا اصلا كنت بشتغل فاشن ستايلست اصلا من وانا في مصر. وجيت على دبي ان انا جات لي فرصه كويسه ان انا اشتغل از فاشن ستايلست. قعدت فتره كده حسيت ان هي في دبي اتس نوت ماي ثينك قوي، ولقيت الريل استيت كان زمان 2014، ريل استيت كان في عز الريل استيت في دبي. صح، وهو مازال على فكره اقوى حاجه الريل استيت في دبي. بالظبط. فحسيت ان انا لا، انا وكمان انك تدخلي قرار ريل استيت مش سهل خالص، لانه في ريسك عالي. صح. فسبحان الله انا كنت قاعده وعايزه ادخل المجال ده، وحسيت ان هو ها اروح بعدين. انا حصل لي ظرف، رجعت مصر. لما رجعت مصر قلت لسه هرجع تاني بقى فاشن وبتاع، رحت داخله ريل استيت. داخله ريل استيت ودخلتها من اولها، يعني كنت من اول الحاجات، يعني ما كنتش السيلز، بدات ابقى بروموتر، بدات بقيت دايركت ماركتنج، بعدين دخلت السيلز. لان حسيت هو ده الحاجه اللي انا بحبها، ان انا اجادل مع الكلاينتس وابيع، وحسيت نفسي كده. يعني انت حسيتي نفسك لان في السوشيال ميديا انت اوريدي نجحتي، الريل استيت حققتي نفس النجاح؟ طبعا. يعني طب الاثنين بيخدموا بعض؟ لا، ده يعني ملوش علاقه. بصي، ده ازاي؟ بالذات ان انا ما بعملش حاجه ريل استيت كوميرشال، يعني انا بشتغل على يعني انا فاصله، مش فاصله الاثنين، بس مش بطلع مثلا الريل استيت من السوشيال ميديا. يعني مثلا خلاص انا على السوشيال ميديا وكل حاجه، ما قررتش ان انا اسيب شغلي عشان اتفرغ للسوشيال ميديا، لاني لا، حابه ان انا اكمل في الشغل بتاعي واكبر فيه. يعني وبعد والسوشيال ميديا موجوده، يعني موجوده مش موجوده، زهقت منها قفلتها عادي يعني. طب ما تكلمينا شويه عن نفسك يا ساره، اديك قلت زهقتي منها عادي. ايه البديل اللي ممكن تعيشيه في حياتك، احكي لنا عنه غير السوشيال ميديا؟ خلاص قفلتي السوشيال ميديا، هتعملي ايه ساره؟ هتعمل ايه؟ انا لازم اكون صاحبه بزنس. يعني انا جت من كام سنه، لان انا كنت بحب الفاشن وستيل انا بحب الفاشن، فكنت نفسي يبقى عندي ماي اون براند. فحتى حاولت كده ورحت ماليزيا، لان انا نفسي اعمل براندز توت باجز وكده. فسافرت ماليزيا وقعدت اشوف، لقيت الموضوع شويه لا، عايز وقت اكتر من كده عشان تطلعي حاجه بالايمج اللي انت عايزاها. فانا شايفه نفسي ان انا عندي ماي اون براند، عندي ماي اون كمباني،
فده مش لازم اللي هو لا تيجي مره واحده، لا لازم تشتغلي عليه. فانا لازم قاعده عماله اشتغل عليه. طيب دي بالنسبه لحياتك العمليه، لا عايزين التفاصيل الشخصيه. تحبي تقضي مع عيلتك اكتر، تحبي مع اصحابك، تحبي تسافري، البيت، العيله، ايه؟ انا بسافر، لازم اسافر في السنه كذا مره بصراحه، لان السفر هو اللي بيخليني اكتشف حاجات في نفسي اكتر. بالذات ان انا بسافر دايما لوحدي، يعني روحت كذا مكان لوحدي، فبكتشف في نفسي حاجات. بتحبي السفر انت ومغامرات يا ساره؟ طبعا طبعا. لازم بالذات في السفر بتلاقي نفسك اكتر، بتشوفي انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، وبتتكيفي مع 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 سيتويشنز، مع حاجات انت بتشوفي نفسك في السفر. اللي هو انا كمان شخص ما بيحبش يعتمد سعادته وتعتمد على الاخرين. يعني بحب اسافر لوحدي، ممكن اخرج لوحدي، ممكن اروح السينما لوحدي جدا، يعني انا بعرف ابسط نفسي جدا. فمثلا عادي ممكن ويك اند ممكن اخرج، ممكن ويك اند تو ويك اند قاعده في البيت. بالذات بالنسبه لشغلي كريل استيت، يعني انا ما عنديش اجازه، يعني صح. طول الوقت بشتغل، طول الوقت بالزبط. بشتغل حتى في السفر بشتغل. فبالنسبه لي سافرت او مسافره انا شغاله، ما عنديش ما عنديش ماي اون تايم. يعني ايه اكتر سفريه حسيتي فعلا ان انا عملت فيها مغامره، حسيتي فعلا انت مبسوطه بيها جدا؟ بالي كانت من احسن الحاجات او البلاد اللي انا روحتها، لانها اتس فيري فان وبسيطه. ولقيت نفسي وعملت صحاب كتير جدا، وكنت كده اللي هو انا ناس قاعده اقعد انا معاكم. انت بتحبي السفر لوحدك ولا مع جروب؟ انا بحب الاثنين، بس دايما انا عشان شخص ما بحبش اكوب، يعني عامه كده كده بتحبي تسافري لوحدك. اريح حاجه. بصراحه. طيب انت قلتي لي يا ساره من شويه ان السوشيال ميديا ما بتخدمش مجال شغلك، صح كده؟ لا، هي بتخدم، بس انا مش مركزه فيه اذا ان اطلع منه لشغلي. ده ايه هدفك من السوشيال ميديا؟ لا انا هدفي يعني بصراحه ولا فور فن بس؟ فور فن، يعني انا ما كانش في بالي ان انا ابقى مشهوره، ما كانش في بالي ان انا استمر. حتى انا بطيئه جدا على السوشيال ميديا. يعني ممكن انزل فيديو كل فين وفين، كل ما يجي لي موقف، كل ما يحصل حاجه. مش من الناس اللي هي اللايف تايم جوب بتاعها، يعني هو ده حياتها وده شغلها، فبتطلع كل يوم لازم تكون مرتبه فيديوز او كده. لا. مين اصدقائك المقربين ليكي قوي الانفلونسر؟ اصدقاء ليا قوي صراحه ما يعني ما فيش ما يعني، لانه الانفلونسرز ما بحبش اقول مثلا انفلونسرز وبلوجر. انا ما بحبش اعتبر نفسي انفلونسر وبلوجر، بحب بشوف نفسي كونتنت كرييتر اكتر. انه حاجه في الفن خفيفه، لان انا اي كانت انفلونس سم وان اساسا. فبشوف ان هو عادي، يعني احنا معارف بس مش اصدقاء قوي، مش اصدقاء مقربين. طيب خليني اروح شويه للستايل بتاعك. ازاي اصلا جات لك فكره ان انا اعمل شعري كيرلي وانا كده اصفر يعني انت عشان دي شخصيتك وفكرتي فيها ازاي؟ لا بصي انا بصراحه بالنسبه لي ملفت، بس ده ناتشرال هير، ده شعري. يعني دلوقتي ده اكستنشن. اوكي. بس انا الكيرلي هير ده شعري انا اتولدت بيه، فكان وانا صغيره عامل لي عقده، بالذات التنمر. لسه هقول لك ناس كتير هتتنمر عليك يعني. يعني كانت كارثه من وانا صغيره. فلما كبرت خلاص انا اصلا معديه بمراحل كتير جدا في حياتي من التنمر، فلما كبرت اللي هو بشوف عادي، يعني حاجات جدا عاديه. بس هي بقى خلاص ابتديت اتعايش مع الموضوع، بقيت الونه بقى شويه اورنج، شويه اصفر، شويه احمر. فبقيت بتعامل مع الموجود. طب ما تكلمينا شويه عن ساره الطفله. دي كارثه، دي كارثه، صح. انا وانا صغيره كنت هاديه بس شقيه. يعني ازاي هاديه وازاي شقيه؟ يعني ما تقدريش تمسكي عليا حاجه. كان عندي بقى اسامي كتيره وانا صغيره، كل واحد مسميني زي ايه بقى؟ ادينا كام اسم. يقول لي بسكوته. كان حد مسميني زئرده عشان كانت هدى بنت ونيس نفس الكاركتر، نفس الكيرلي والضفاير. يقول لي زئرده. كانت عندي كمان اخواتي بقى، دول كانوا كارثه. اخويا كان مسميني شكشك. شكشك. معنى شكشك ده يا عيني بالدقن الاورنج ده ملوش علاقه بيكي خالص. اي حاجه غلطه. طيب بما ان احنا عمالين نتكلم على الطفوله والاطفال وانت صغيره او لغايه دلوقتي، ايه الكاركتر الكرتون اللي انت تحسي انه بيشبهك؟ جيري.
جري. انا مش رد فعل دايما. انا بس لو جيت على سكتي مش هقدر. انت عارفه انا بسالك السؤال ده ليه؟ لان انا الفقره الاخيره انا واديب بنتكلم على الكرتون. فكنت عايزه اعرف انت انهي كرتون يشبه شخصيتك. انا جري جدا، انا نفس جري يعني، ببقى ساكته خالص، بس بدل انت جيت نكشت فيا ما بقدرش ان انا افوت يعني. بشكرك يا ساره جدا، اتبسطت جدا باللقاء معاكي بجد، القعده كانت حلوه جدا. واكيد لما اجي اشتري عقار اكيد هكلمك. ثانك يو ان شاء الله. ثانك يو. بس لما يحصل بينا حاجه ما تحطيهاش على السوشيال ميديا. مش كل حاجه. انا دلوقتي هروح لاديب عشان هو مستنيني الصراحه، فهضطر اروح على هناك. ثانك يو بس. يلا حبيبتي.